فبيعمل لوكاليزيشن للايه؟ للانفكشن. تمام؟ يبقى التي بي البرايمري تي بي بيبقى في حاجه اسمها جونز فوكس. ذا موست امبورتنت فورم او الموست امبورتنت برزنتيشن للبرايمري تي بي ان حاجه اسمها ايه؟ جونز فوكس. يعني ايه؟ يعني برايمري سايت اوف انفكشن سراوندد باي فايبرس تيشو فايبروزس ديو تو جود اميون سيستم. بيعمل لك دورمنت تي بي. دورمنت تي بي يعني الاورجانيزم ريمينز دورمنت تل اميون سبريشن يحصل ري اكتيفيشن اللي هو الايه؟ البوست برايمري او سكندري تي بي. تمام؟ يبقى ده البرايمري تي بي ده عباره عن الايه؟ جونز فوكس. بيبقى برايمري انفكشن سراوندد باي فايبروزس ديو تو اكتيفيتي او نورمال اميون سيستم يعمل لوكاليزيشن للانفكشن. الاورجانيزم ريمينز دورمنت within this a bones focus او اللي بيتقال عليها الايه؟ الجرانيولوما primary granuloma formation. لما يحصل decrease في الاميون سيستم او immune suppression at any time يحصل reactivation للايه؟ للتي بي. الاميون سبريشن ممكن يبقى دراج او اتش اي في او حتى البور نيوتريشن ممكن يعمل ايه؟ reactivation للايه؟ للتي بي. تمام؟ الكومن سايت للتي بي اللي بيحب يبقى موجود فيه دايما الاريا موستلي اوكسجينيتد. البارتس اوف ذا لانج موستلي اوكسجينيتد اللي هو الايبكس او الايه الموست كومن ايبكس او الايه او البوستيريور سيجمنت. موست كومن سايت للتي بي الايبيكال ايبكس اوف ذا لانج ان ذا موست كومن اريا اوكسجينيتد. يبقى ده الري اكتيفيشن لو السكندري لما يحصل ديرينجمنت للايه للهوست اميونيتي ب اتش اي في او بور نيوتريشن او سايتوتوكسيك دراجز او اميون ايه اميون سبريشن. تمام؟ نمره ثلاثه الاكسترا بالمونري تي بي. اكسترا بالمونري تي بي برضه في العينين اللي بقى عندهم امبيرد اميونيتي. تمام؟ بيحصل ترانسميشن للمايكوبكتيريا تو ديفرنت ايه؟ ديفرنت اورجنز. ديفرنت اورجنز يعني تروح للجي اي تي، تروح للليمف نود، تروح للرينال. تمام؟ ده لما ايه ده بيتقال عليه الاكسترا بالمونري. يعني في بيبقى في البرايمري فوكس مي بي ان ذا لانج. تمام؟ والسكندري مانيفستيشن تبقى اكسترا بالمونري في الكيدني او في الادرينال جلاند او في الليمف نود او في الايه في التي بي تي بي ميزنتريكا اللي هو في الايه ميزنتريك ليمف نود. تمام؟ طيب يبقى ده الايه ده البرزنتيشن او التايبس برايمري سكندري اكسترا بالمونري. طيب نمره اثنين ايه الريسك فاكتورز؟ اي حاجه تقلل الاميونيتي تديني الايه تزود الريسك من التي بي زي الاتش اي في انفكشن او الاكسبوجر. تمام؟ او الاكسبوجر زي ال recent immigrants to expose to area endemic لل TB او rich in TB. ال prisoners ال health care workers alcoholic diabetic اللي بياخدوا cytotoxics او corticosteroid العيانين اللي عندهم اي malignancy. تمام؟ اي حاجه فيها immune suppression تأفكت الاميونيتي لان الميكوبكتيريا ده weak organism بيبقى killed بالايه بال او حتى على الاقل بيبقى dormant بالايه بالاكتيف immune system. العيان يجي بايه؟ either primary TB او reactivation او secondary TB او extra pulmonary. primary TB قلنا past unnoticed بيبقى flu like symptoms fever anorexia headache malaise ليه constitutional symptoms. طيب لو العيان جايب البرايمري تي بي ان مانيفستيشن مانيفستد برايمري تي بي بيتقال عليه بروجريسيف برايمري تي بي. تمام؟ بيتقال عليه بروجريسيف برايمري تي بي اللي هو بيبقى مانيفستد برايمري تي بي
سبيشالي في العيانين الايه الاميون كومبرومايزد. ليه؟ لان التيبيكال برزنتيشن اوف برايمري تي بي بيبقى يوجوالي فلو لايك سيمبتومز باست ان نوتست اور ميبي اسيمتوماتيك. طيب لو عيان برايمري تي بي انفكشن بريزنتد باي tuberculous manifestation, TB manifestation, constitutional symptoms, night sweat, night fever, loss of weight, loss of appetite, they say progressive primary TB, progressive primary TB. Secondary TB أو active TB, ده بيحصل reactivation للdormant focus خلاص يبقى ده فيها typical presentation بتاع TB. General symptoms, night sweat, night fever, loss of weight, loss of appetite, local chest symptoms, cough expectoration of pleural sputum, common بما معاه hemopsis especially في advanced cases. Hemopsis بيبقى في الايه في advanced cases. تحط السماعة على العيان تسمع apical crepitation usually, لان الابيكس the most common site لانه rich in ايه او most area oxygenated. يبقى primary asymptomatic unnoticed الا لو manifested في immune compromised بيتقال عليه progressive primary TB. Secondary night sweat, night fever, loss of weight, loss of appetite اللي هو reactivation TB زائد local chest symptoms, cough expectoration, hemopsis, dyspnea, associated pleural effusion, pneumonic effusion بسبب الـ A as a complication of pleurisy. تمام؟ تحط السماعة تسمع الـ A الـ crepitation especially على الـ A على الـ apex. طيب الاكسترا بالمونري تي بي لو سبريد تو اني اورجان الليمف نود البلورا اللي يروح لليورينري تراكت للانتستين للسي ان اس والمننجيز. تمام ده الايه ده الاكسترا بالمونري. في حاجه اسمها ميلياري تي بي اللي هو الهيماتوجينس ديسيمينيشن اوف تيوبركلوس باسيلوي. يعني ما يبقاش عند عيان عنده البرايمري سايت اللنج تمام بعد كده يبقى السكندري سايت اونلي الليمف نود او اونلي اليورينري تراكت او اونلي الانتستين. لا ده هيماتوجينس ديسيمينيتد سبريد. يعني تلاقي العيان عنده اورجانوميجالي كورويدال تيوبركلز في الاي دي ام سي كيو كورويدال تيوبركلز في الاي دي ام سي كيو للايه مع التي بي ميلياري تي بي كورويدال تيوبركلز في الاي والميلياري تي بي في اللنج يجي بريتيكولو نودولر انفلترت بايلاترال ايه اللنج فيلدز ريتيكولو نودولر انفلترت في البايلاترال ايه في الشست اكس راي في البايلاترال ايه لنج فيلد. يبقى ده الميلياري تي بي تلاقي ديسيمينيشن لاني اورجان. يروح للليفر يدي ميلياري تيوبركلز يروح للاي يدي الكورويدال تيوبركلز يروح لللنج يديني الايه الميلياري tubercles او reticulonodular infiltrate في الايه في الشيست اكس راي ده الميلياري في الميلياري تي بي. يبقى الميلياري تي بي يساوي hematogenous spread. الميلياري تي بي بيساوي hematogenous spread. خلاص العيان بيجي بنايت سويت نايت فيفر لوس اوف ويت لوس اوف ابيتايت. طيب ما هي دي ممكن تبقى البيكتشر بتاعت الايه بتاعت البرونكوجينيك كارسينوما. ممكن يجيب لك عيان كده عيان non-specific manifestation ويقول لك ايه differential diagnosis. ما يسألكش على الدياجنوز عشان تقول له النايت سويت والنايت فيفر دي تيجي مع التي بي والعيان long standing smoker chronic obstructive pulmonary disease ممكن يبقى complicated بالbronchogenic carcinoma. وتكلم يقول لك ايه ال differentiating point. تتكلم عن investigation specific للتي بي والinvestigations specific للايه للbronchogenic carcinoma. طيب الدياجنوزس او الانفستيجيشن في basic to diagnose to detect الـ complication. الـ CBC والـ ESR والـ CRE دايما عيان الـ TB بيبقى الـ ESR أعلى من 100. لما تلاقي في مسألة الـ ESR أعلى من 100 تفكر في ثلاث حاجات الـ TB أو الـ collagen disease systemic lupus rheumatoid arthritis أو الـ malignancy سواء كان hematologic أو non-hematologic إيه malignancy. يبقى الـ ESR أعلى من 100 الـ TB الـ collagen أو الـ إيه او المالجنسي. طيب السي بي سي ممكن تلاقيها نورمال او تلاقي لوكوسايتوزس سبيشالي في انكريز في الليمفوسايتس في ليمفوسايتوزس. تمام كومن مع الايه مع التي بي. طيب تعال نروح تو دايجنوز التي بي نمره واحد ايميجنج سان تشست اكس راي او سي تي تشست الايميجنج
chest X-ray أو CT chest هيقول لك upper lobar infiltration أو upper lobar cavitation. ده نمرة واحد. نمرة اثنين ممكن بس granuloma homogeneous opacity في upper lobe of the lung اللي هي الايه الجونز فوكس اللي هي بتعني yield primary TB. yield primary chest X-ray أو CT chest ممكن تقول لك reticulo nodular infiltrate في البوست لانج فيلد اللي هو الميلياري ميلياري تي بي. يبقى ده الايمجنج شست اكس راي او سيتي تشست نمره واحد. نمره اثنين سبيوتم اناليسيس. سبيوتم اناليسيس اسيد فاست باسيلاي. تمام الاسيد فاست باسيلاي دي بنشوفها ازاي؟ نمره واحد كلتشر على باكتيك ميديا. تمام بس بتبقى 3 سبيوتم اي سامبلز على 3 كونسيكوتيف دايز ايرلي مورنينج. 3 مورنينج سبيوتم سبيسيمن. تمام بتعمل لها كلتشر. عيب الكلتشر انها بتاخد 4 تو 8 ويكس. تاخد ايه؟ بتاخد وقت. يبقى نمره واحد سبيوتم كلتشر فور اسيد فاست باسيلاي. نمره اثنين البي سي ار. البي سي ار ممكن اعمله على اي سكريشن او اي فلويد. ممكن اعمله على سبيوتم، ممكن اعمله على البريتونيال بلورال بريكارديال اي ايه اي تيشو او اي ايه او اي فلويد. بي سي ار عشان اشوف المايكوبكتيريال دي ان ايه ده رابيد. طيب نمره ثلاثة في حاجه اسرع من البي سي ار، حاجه اسمها الجين اكسبرت. جين اكسبرت بيتعمل على السبيوتم. جين اكسبرت مور رابيد عن البي سي ار. بي سي ار اذا كان بياخد 5 ايام اسبوع فالجين اكسبرت بياخد يوم ليومين. نمره واحد ايه الميزه بتاعت الجين اكسبرت؟ ان هو بيديتكت الريفامبيسين ريزيستنس. يعني بيقول لك السبيوتم ده او الفلويد ده فيه الجينز او الـ او الدي ان اي بتاع بتاع التي بي. مش كده وبس، لا يقول لك الريزيستنس للايه للريفامبيسين. هل هو سنسيتيف للريفامبيسين ولا الريفامبيسين ريزيستنت سترين اوف ايه اوف مايكوبكتيريا. يبقى نقول كلتشر نمره 2 مورنينج 3 سامبلز كلتشر بس تاخد وقت طويل 4 ل 8 اسابيع. نمره 1. نمره 2 البي سي ار اسرع من البي سي ار اللي هو الايه اللي هو الجين اكسبرت. ده كل ده على الايه على السبيوتم. على السبيوتم ممكن اعمل كمان مايكروسكوبيك اكزامينشن فور اسيد فاست باسيلاي. مايكروسكوبيك اكزامينشن فور اسيد فاست باسيلاي بس عيبه ان هو ايه نوت ديفينيتيف. يعني ممكن يبقى العيان فيه مايكوبكتيريا ويطلع اسيد فاست ايه نيجاتيف، او ممكن ما يبقاش في بكتيريا تبقى اسيد فاست ايه اسيد فاست بوزيتيف. نوت ديفينيتيف ونوت سبيسيفيك للايه للمايكوبكتيريوم تيبركلوز. يبقى مايكروسكوبيك اكزامينشن سبيوتم انال كلتشر 3 مورنينج سامبلز بي سي ار الجين ايه الجين اكسبرت. تمام بعد كده بعد ما نعمل الستاديز دي على السبيوتم نعمل حاجه اسمها انترفيرون جاما ريليز اسي. انترفيرون جاما ريليز اسي. الانترفيرون جاما ريليز اسي ده اميون ريسبونس من الماكروفاجز اجينست الايه المايكوبكتيريوم توبركلوزس. يبقى ده سبيسيفيك مايكوبكتيريوم توبركلوزس. يبقى ده اميون ريسبونس بيشنت اميون ريسبونس الاكتيفيتي بتاعت الماكروفاج اجينست الايه المايكوبكتيريوم تيبركلوزس. عيبه ان هو كانت ديفرنشييت بتوين الاكتيف والليتنت تي بي. بيبقى الاميون الانترفيرون جاما ريليز اسي اسمه او اسمه الجولد كوانتيفيرون ما بيفرقش ما بين الاولد تي بي والايه والريسنت والريسنت انفكشن. نمره 3 السكين تيست او تيبركلين سكين تيست. ده يعني التوبركلين سكين تيست نفس الكلام ما بيفرقش بين الليتنت والاكتيف بس عيبه ان هو فيه فولس نيجاتيف ريزلت فولس نيجاتيف ريزلت كتير. طيب ازاي نعمل اسسمنت للبوزيتيف ريزلت بتاعت التوبركلين سكين تيست؟ تمام نمره واحد لو الانديوريشن انديوريشن يعني ده ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن. تمام اللي هو تايب 4 جميل. لو انا حقنته انتراديرمال انجكشن تمام بنحقن البروتين
بتاع المايكوبكتيريا تمام. فلو في العيان فيه انتي بودي اجينست هيروح على الايه على على مكان الانجكشن ويعمل ايه انتيجين انتي بودي رياكشن بس ايه ديليد ريسبونس. طيب على حسب المساحه بتاعت الانديوريشن او على حسب المساحه بتاعت الانفلاميشن اللي بتبقى في الايه في السكين. لو اكتر من 15 مللي ده بوزيتيف ايا كان الوضع ايه تمام، سواء كان في ريسك فاكتور او ما فيش ريسك فاكتور. هاي ريسك بيشنت اللي احنا قلناهم امين كومبرومايزد او بريزونر او هيلث كير وركرز او مالجنسي او بياخد كيموثيرابي، سواء في ريسك فاكتور او ما فيش ريسك فاكتور 15 مللي فما فوق ده بوزيتيف. طيب نمره واحد. نمره اثنين، لو الانديوريشن لو الريزلت اوف انديوريشن 10 ملم يعني اقل من 15 بس ايه بس اكتر من ايه اكتر من 10، دي بتبقى بوزيتيف. فين بوزيتيف؟ في الهاي ريسك بوبيوليشن. وهم الهاي ريسك بوبيوليشن اللي هو الهيلث كير وركرز او الكونتاكت ويز انفكتد بيرسون او البريزونرز او الايه او الالكوهوليك او الدايابيتيك. ده لو لقيتها 10 مللي بس يبقى ده انفكتد، يبقى ده دايجنوز الايه التي بي. طيب لو اقل من 10 بس اكتر من 5، اقل من 10 اكتر من 5 دي بتعتبرها بوزيتيف في الاميون كومبرومايزد بيشنت اللي هو اتش اي في او المالجنسي او اللي بياخد ستيرويد او اللي بياخد سايتوتوكسيك. جميل. طيب يعني اكتر من 15 ده بوزيتيف ايا كان الوضع ايه، في ريسك فاكتور او مفيش ريسك فاكتور، اميون كومبرومايز مش اميون كومبرومايز، اكتر من 15 مللي ده يبقى ايه، يبقى انفكتد خلاص. طيب نمره واحد. نمره اثنين، طيب لو اقل من 15 بس اكتر من 10 انفكتد في هاي ريسك جروب اللي هم الهيلث كير وركرز كونتاكت ويز انفكتد بيرسون والدايابيتك والايه والالكوهوليك. طيب لو اقل من 10 بس اكتر من 5 يبقى ده بوزيتيف في الاميون كومبرومايز لو اللي بياخد ستيرويد او الانفكتد ويز اتش اي في او اللي عنده اي مالجنسي وبياخد له تريتمنت او اللي هو عمل ايه اورجان ترانسبلانتيشن. جميل. يبقى ده الايه ده التيوبركلين سكين تيست. طيب لو لقينا التيوبركلين سكين تيست بوزيتيف نعمل ايه؟ لازم تو بي فولود باي تشيست اكس راي. يعني لو التيوبركلين سكين تيست بوزيتيف هنعمل للعيان تشيست اكس راي تو رول اكتيف ديزيز. طيب لو لقينا اكتيف ديزيز هنتريت تمام. طيب لو ما فيش اكتيف ديزيز يبقى هعمل بروفيلاكسس. يبقى لو السكين تيست بوزيتيف هعمل تشيست اكس راي. لو لقيت اكتيف ديزيز تريت ذا بيشنت تمام. لو ما لقيتش اكتيف ديزيز يبقى هدي بروفيلاكسس بالاي ان اتش فور 9 مانثس. ده سؤال ام سي كيو. لو السكين تيست بوزيتيف اعمل تشيست اكس راي. لو في اكتيف ديزيز تريت. لو ما فيش اكتيف ديزيز يبقى هتعمل اي ان اتش بروفيلاكسس فور 9 مانثس تمام. طيب حتى لو العيان بي سي جي فاكسينيتد، ان العيان البي سي جي فاكسينيتد ممكن يدي بوزيتيف سكين تيست؟ يس. حتى لو العيان بي سي جي فاكسينيتد ذس نوت افكت التريتمنت ديسيجن تمام. يعني العيان السكين تيست بتاعه بوزيتيف جست اكس راي ما فيش اكتيف ديزيز حد العيان بروفيلاكسس. جميل. طيب اخر حاجه، لو السكين تيست نوت كونكلوزيف، لو السبيوتم اناليسيس نوت كونكلوزيف، لو الانترفيرون جاما ريليز اسي نوت كونكلوزيف والبيشنت سيمبتومز جوز وستيب تي بي، يبقى بندخل على الانفيزيف ميثود تو دايجنوز اللي هو البرونكوسكوب والبرونكو الفلر لافاج. برونكوسكوب والبرونكو الفلر لافاج، بناخد اللافاج ونعمل له اناليسيس زي بالظبط السيلز، هنلاقي فيه الايه نعمل عليه بي سي ار، نعمل عليه جين اكسبرت، نعمل له كلتشر تمام، ونلاقي فيه الديفرنشال كاونت، ممكن نلاقي فيه انكريز في الليمفوسايتس، يبقى ده بيسجست الايه
التي بي. يبقى اخر حاجه الانفيزيف اللي هو البرونكوسكوب وسبرونكو الفيلور لافاج. يبقى احنا قلنا تو دايجنوز اللي هو الايمجينج ستاديز سبيوتم انترفيرون جاما ريليز اساي والبيوريفاين او السكين تيست واخر حاجه البرونكوسكوب والبرونكو الفيلور لافاج تو ديتكت كومبليكيشن ارتيريال بلود جاز لان المايكوبكتيريال تي بي اوف ذا لانج بقى كومبليكيتد باي لانج ابسس او لانج فايبروزس. يديك تايب 1 ريسبيراتوري امبيرمنت اللي هو الايه تايب 1 ريسبيراتوري فيلير بالعين اونلي هايبوكسيك. عشان كده بنعمل في الكومبليكيشن تو ديتكت كومبليكيشن انفستيجيشن نعمل ارتيريال بلود جاز. طيب هيقول لنا ايه التريتمنت بتاع التي بي؟ نمره واحد ريست، نمره اثنين جود نيوتريشن. نمره واحد ريست، جين اكسبرت على السبيوتم اونلي. جين اكسبرت على السبيوتم اونلي، انما البي سي ار على اي فلويد. تمام. طيب التريتمنت نمره واحد نون فارماكولوجيك اللي هو بيد ريست وجود نيوتريشن. تمام. الفارماكولوجيك اللي هو الانتي توبركلس دراج. انتي توبركلس دراج زي ما احنا عارفين اول شهرين بندي اربعه، بعد كده الاربع شهور اللي بعد كده بندي ايه؟ تو دراج. يبقى اول شهرين فور دراج كومباينيشن، بعد كده بندي ايه؟ اثنين ايه؟ اثنين دراج. الأدوية اللي بيستخدم الـ INH، ريفامبيسين، البيرازيناميد، الستريبتومايسين أو الإثامبيتول، ومعاهم البيريدوكسين عشان البريفرال نيوروباثي اللي بتتعمل مينلي بالإيه؟ بالـ INH. تمام؟ أنا هقول الدوز بس ممكن ما تحفظوهاش، أنا هقولها بأسلوب ممكن سهل تحفظوها، بس مش عليك إن إحنا إيه؟ إن إحنا نحفظها. أهم حاجة نقول 4 drug regimen. تمام؟ في الـ first 2 months. طيب الـ after that for 4 months يبقى two drug regimen. جميل. ال INH بنقول 5 ل 10 ملي جرام بير كي جي بير داي. نقول 5 ملي جرام بير كي جي بير داي. بعده الريفامبيسين نقول 10 ملي جرام بير كي جي بير داي. بعده البايرازيناميد هنقول 15 ملي جرام بير كي جي بير داي. بعده الستريبتومايسين 15 ملي جرام بير كي جي بير داي. الاثامبيتول 25، يبقى 5 10 15 15 25. تمام. مش مشكله تحفظوا الارقام، انما بنقول الاي ان اتش السايد افكت هيباتايتس هايبر سنسيتيفيتي رياكشن دراج انديوسد لوبس بريفرنت نيوروباثي. اي ان اتش هيباتايتس دراج انديوسد لوبس هايبر سنسيتيفيتي رياكشن بريفرنت نيوروباثي. وعشان كده بندي معاها الايه؟ بايريدوكسين 50 ملي جرام ديلي. نمره اثنين الريفامبيسين هيباتوتوكسيك ويعمل ديسكالريشن للايه؟ لاي سكريشنز. تمام؟ اليورين او حتى السويت والايه؟ والتيرز. اي فلويد سكريشن بيعمل لها ريد او اورنج ايه؟ اورنج ديسكالريشن او ستيننج. يبقى هيباتوتوكسيك وريد ديسكالريشن للايه؟ لليورين او سكريشنز. نمرة ثلاثة البيرازيناميد بيديك هيباتوتوكسيستي ابدومينال بين وشوية بريفرال نيوروباثي. بيرازيناميد هيباتوتوكسيك. تمام. ابدومينال بين بريفرال نيوروباثي. الستريبتومايسين اوتوكسيستي نيفروتوكسيستي. لسان بيتول بيعمل اوبتيك نيورايتس. سايد افكت دي بتسال اسئله ام اس كيو. اي ان اتش هيباتوتوكسيس بريفرال نيورايتس دراج انديوس لوبس. الريفامبيسين هيباتوكسيك ريد ديسكلريشن اوف يورين. والريفامبيسين يعني انا هقولها عباره عن ايه؟ دراج انتر اكشن. الريفامبيسين انزيم انديوسر. انزيم انديوسر يقلل الايفكت اوف دراجز. يعني لو اتاخد مع الوارفرين تلاقي الوارفرين الايفكت بتاعه بدا ايه؟ بدا يقل. دراج انتر اكشن اللي هو الانزيم انديوسر. بايرازيناميد هيباتوتوكسيك ابدومينال بين بريفرال نيوروبسي. ستريبتومايسين نيفروتوكسيك اوتوتوكسيك. الاسامبيتول اوبتيك نيورايتس. بيتاخد معاهم في الريجيمن دي البيرودوكسين. ده نمره واحد. نمره اثنين في حاجه اسمها دايركت اوبزرفد ثيرابي اللي هو الايه؟ الدوت. دايركت اوبزرفد ثيرابي الايم اوف دايركت اوبزرفد ثيرابي تو امبروف
تي بي كيور تو امبروف تي بي كيور ان بتتاخد الريجيمن اندر هيلث كير اوبزرفيشن اندر هيلث كير اوبزرفيشن تمام بيبقى 3 تايمز بير ويك لاين اتش بيبقى 3 تايمز بير ويك ريفامبيسين بيبقى 3 تايمز بير ويك بس الدوز بتبقى اعلى البايرازيناماين بيبقى 3 تايمز بير ويك الاسامبيتول بيبقى برضه 3 تايمز بير ويك ومعاهم البايرودوكسين الدايركت اوبزرفد الدايركت اوبزرفد ايه ثيرابي الايم اللي هو الدوت الايم تو امبروف تي بي كيور تو امبروف التي بي كيور تمام طيب نمره 3 الانديكيشن اوف ستيرويد في العيان التي بي انديكيشن اوف ستيرويد في العيان التي بي التي بي مننجايتس او سيروزايتس او الادرينال جلاند از ريبليسمنت ثيرابي تمام او الاي ان اتش لما بيعمل دراج انديوسد لوبس اف نوت كنترولد باي ستوبينج ذا دراج يبقى الثلاثه او اربعه انديكيشن للستيرويد في التي بي تي بي مننجايتس والتي بي سيروزايتس تمام التي بي ادرينال جلاند احنا قلنا في العيانين التي بي بيريكاردايتس يديك كونستركتيف بيريكاردايتس عشان كده بتدي ايه تدي ستيرويد عشان تمنع الايه الادهيزن مع الايه مع التي بي يبقى تي بي مننجايتس تي بي سيروزايتس تي بي ادرينال جلاند من الكوز اوف ادرينال او اديسونيان ديزيز او اديسونيان كرايسيس اللي هو الايه التي بي اوتو اميون نمره 2 تي بي الايه الادرينال هايبوفانكشن او اديسونيان ديزيز التي بي ادرينال جلاند از ا ريبليسمنت ثيرابي والاي ان اتش دراج انديوسد لوبس if patient not improved after stopping الـ A, after stopping the drug. جميل. يبقى ده التي بي. في causes of apical lung lesion. ايه causes of apical lung lesion? نمرة واحد البانكوس تيومر اللي هو الـ A, bronchogenic carcinoma واخد الـ apex. نمرة اتنين البالمونري تي بي. البالمونري تي بي ممكن يعمل لك upper lobe cystic changes لو أو upper lobe bronchiectasis بيتقال عليها bronchiectasis سكة hemorrhagical تمام يبقى البانكوس تيومر نمرة واحد نمرة اتنين pulmonary TB قلنا من شوية الكليبزيلا نمونيا أو بيتقال عليها الفليد فريدلاندر نمونيا تمام نمرة ثلاثة الابيكال lung abscess بعد كده الابر لوبر نمونيا جميل ولو حصل في البالمونري تي بي ممكن يبقى complicated by bronchiectasis في الابر لوب بيتقال عليها الايه البرونكياكسس سيكا هيموراجيكا تمام especially as a complication of a of tb but the causes of apical lung lesion pancreas tumor للبرونكوجينيك كارسينوما في الابكس التي بي الكليبزيلا نمونيا اللي احنا قلنا عليها من شويه الابيكال لانج ابسس ابر لوبر نمونيا لو التي بي كومبليكيتد بالبرونكايتيك تشينجز بيتقال عليها برونكايكسس سيكا هيموراجيكا از ا كومبليكيشن للايه للتي بي تمام يبقى احنا كده خلصنا الانفكشن يبقى فاضل لنا المالجنسي ككيس او ريتل والبالمونري امبوليزم كريتل بعد كده باقي الموضوعات كلها ام سي كيو تمام تعالوا بس ناخد موضوعات سريعه بس ديفرنشال دايجنوزس للهيموبسيس الهيموبسيس يعني في ايه كافينج اوف بلاد او اكسبكتوريشن اوف بلاد تمام طيب الديفرنشال دايجنوز اما سيستميك او لوكال تمام سيستميك قلنا مالجنت هايبرتنشن hemorrhagic blood disease زي thrombocytopenia او coagulation factor defect او drugs ده نمره واحد ده systemic طيب pulmonary causes of hemopsis lung cancer TB severe form of bronchiectasis severe form of pneumonia تمام طيب ايه تاني ال good posture syndrome ما ينفعش ننسى الايه ال good posture syndrome والmitral stenosis دول مهمين جدا عشان مالتي ستنوز بيزود البالمونري فينس بريشر يبقى نقول تاني سيستميك كوز
اللي هي البليدنج تندنسي سواء كان بليتلت او كوجليشن فاكتور ديفكت او دراجز انتي بليتلت او انتي كواجلنت والماليجننت هايبرتنشن. تمام، نمره واحد ده الايه السيستميك. طب اللوكال البرونكوجينيك كارسينوما تي بي سيفير فورم اوف انفكشن برونكياكسس والنمونيا ما ننساش الجود باستشر ما ننساش الميترال ستينوزس والبالمونري امبوليزم ويز بالمونري انفاركشن يدينا الايه يدينا الهيموبس بالمونري امبوليزم مع البالمونري انفاركشن يدينا الهيموبسز الانفستيجيشن تو دايجنوز ذا كوز. طيب تريتمنت ديلو ذا كوز نمره واحد. نمره اثنين ان بيشنت ويز ماسيف هيموبسز. يعني ايه ماسيف هيموبسز؟ ده سؤال ام سي كيو. اكتر من 600 مللي بير دي، اكتر من 600 مللي بلاد بير دي، ده الايه ده الماسيف هيموبسز اكتر من 600 مللي بلاد بير دي. تمام، ايه التريتمنت في الماسيف هيموبسز؟ ممكن برونكوسكوب تو ديل وذ لوكال سورس اوف بليدنج، ده نمره واحد. برونكوسكوب تو ديل وذ سورس لوكال سورس اوف بليدنج، اف فيلير يبقى بنعمل برونكيال ارتري امبولايزيشن. برونكيال ارتري امبولايزيشن يبقى الماسيف هيموبسز اكتر من 600 مللي، ده نمره واحد. نمره اثنين بتدخل ببرونكوسكوب to deal أو to treat the local cause of bleeding. نمرة ثلاثة لو resistant أو not controlled the bleeding بنعمل إيه؟ بنعمل bronchial embolization للإيه؟ للbronchial artery. نعمل embolization للbronchial artery. تعال نقول causes of cough كdifferential diagnosis في acute وchronic. acute يعني أقل من 3 أسابيع usually تبقى إيه؟ on top of infection زي الفيرال او البكتيريا زي البرونكايتس او السينوسايتس. تمام، ممكن الاكيوت فورم اوف كاف يجي برونكيال ازمة او النمونيا بالمونري امبوليزم، دي تعمل لك برضو اكيوت بريزنتيشن اوف ايه اوف دراي البالمونري امبوليزم، تديك دراي اريتيتيف كاف. برونكيال ازمة او البالمونري امبوليزم او النمونيا. تمام، غير الايه الكومن اللي هو الايه الانفكشن سواء فايرال او بكتيريال برونكايتس او ايه او سينوسايتس. طيب الكرونيك كاف كرونيك برونكايتس، الجاستروسوفجيال ريفلكس ديزيز يديك كرونيك كاف، الكرونيك برونكيال ازمه، الانترستيشيال لانج ديزيز، البرونكوجينيك كارسينوما، التي بي، الاس انهيبيتور. يعني تقريبا كل الايه كل اللانج ديزيز حاضر. الاكيوت كوزس اوف او الكوزس اوف اكيوت كاف نمره واحد upper respiratory tract infection سواء كان viral أو bacterial زي البرونكايتس أو السينوسايتس. جميل، طيب أول إيه أول common cold. طيب إيه تاني يديني acute presentation بكف؟ bronchial asthma أو النمونيا أو الإيه البالمونري embolism. جميل، طيب الكرونيك كف إما chronic bronchitis لو chronic obstructive pulmonary disease، gastroesophageal reflux disease، البرونكيال ازمة، التي بي، الانترستيشال لانج ديزيز، برونكوجينيك كارسينوما، الايس انهيبيتور كومبليكيتد من السايد افكت بتاعته ايه كرونيك كاف. جميل، طيب سؤال تاني يقول لك ايه الكوزس بتاعت الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم او الاكيوت لانج انجري. نمره واحد الموست كومن ريسك فاكتور او كوز ده الكاف عموما. ايوه ده الكاف عموما ديفرنشال دايجنوزس، يعني انت اتزنقت في ديفرنشال دايجنوزس في الامتحان اكتب ديفرنشال دايجنوز اوف ايه اوف كرونيك كاف او ديفرنشال دايجنوز للايه للاكيوت كاف. الكوزس اوف ادلت او اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم نمره واحد الموست كومن كوز السيفير انفكشن او سيبسيس. سيبسيس يعمل لك ايه ده الموست كومن كوز سواء كان سيفير انفكشن سيفير نمونيا عملت لي سيبسيس او اني انفكشن كوزنج سيبسيس. تمام، نمره 2 اسبيريشن اوف جاستريك كونتنت يديني الايه الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. نمره 3 اليوريميا. نمره 4 الاكيوت بانكرياتايتس. نمره 5 المالتيبل او الماسيف بلاد ترانسفيوجن. نمره 6 المالجنسي والسيتوتوكسيك دراجز اللي بنعالج بيها المالجنسي. نمرة 7 الكارديو بالمونري سيرجن. كارديو بالمونري
او الكارديو بالمونري باي باس سيرجري داخل العيان في ايه ارت ريسبيراتوري او اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، والعيان بيجي لك باكيوت ديزنيا تاكيبنيا تاكيكارديا، تسحب للعيان ارتيريال بلاد جاز تلاقي العيان هايبوكسيك. تمام، تحسب حاجه اسمها بي اف ريشيو، تمام، عشان نعمل جريدنج للادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. البي حاجه اسمها بي اف ريشيو، يبقى احنا بنشخص الادلت او الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم ازاي؟ بنشخص الاكيوت ريسبيراتوري، حاضر، بنشخص الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم ازاي؟ اكيوت بريزنتيشن ديزنيا تاكيبنيا تاكيكارديا كاف اكسبكتوريشن فروثي او هيموبسيس. تمام، نمره 2 نسحب الارتيريال بلاد جاز نلاقي العيان هايبوكسيك. تمام، نعمل العيان شيست اكس راي نلاقي في بايلاترال لانج انفلتريت. تمام، نعمل العيان بالاي بي جي غير ان هو هايبوكسيك، نحسب حاجه في الاي بي جي اسمها بي اف ريشيو. البي اللي هو البارشال بريشر اوف اوكسجين اللي هو قليل، والاف اللي هو الفراكشن اوف انسبايرد اوكسجين اللي هو الايه العيان بياخد ايه بياخد قد ايه اكسجين. اهم حاجه البايلاترال بالمونري انفلتريت، والاي بي جي بيبقى العيان ايه هايبوكسيك مع اكيوت اونست فريسك فاكتور اللي هو انفكشن سيفير انفكشن سواء كان بالمونري او اكسترا بالمونري، اسبيريشن جاستريك كونتنت في العيان الكوماتوز او اليورين اليورينيا او الاكيوت بانكرياتيتس او المالتيبل ترانسفيوجن او الماسيف ترانسفيوجن او المالجنسي او السيتوتوكسيك دراجز اللي بتستخدم في الايه في المالجنسي. اعمل العيان ارتير بلاد جاز يبقى هيبوكسيك، اعمل العيان شيست اكس راي الاقي في بايلاترال بالمونري بايلاترال بالمونري انفلتريت. ده بيحصل ليه؟ بسبب السيفير انفكشن. تمام، بيبقى في انفلاماتوري ميدييتور سواء كان جنرالايزد او لوكالايزد انفكشن. انفلاماتوري ميدييتورز بتعمل ديستراكشن للالفيلو كابيلاري ميمبرين، يعمل لك اكسيوديشن انسايد ذا الفيلاي. اكسيوديشن انسايد الفيلاي في التشست اكس راي يظهر كايه كالبايلاترال انفلتريت بايلاترال لانج انفلتريت. دخل الاكسيوديشن جوه الالفيلاي قلل الجاز اكستشينج يبقى العيان سيفيرلي سيفيرلي هايبوكسيك. التريتمنت نمره 1 تريتمنت اوف ذا كوز، نمره 2 ميكانيكال فنتيليشن. يبقى البيست لاين اوف تريتمنت او الفيرست لاين اوف تريتمنت نمره 1 ميكانيكال تريتمنت اوف ذا كوز، نمره 2 العيان ايه يتحط على ميكانيكال فنتيليشن عشان اعمل ايه ادي العيان هاي بريشر فاسحب الايه الفلويد او اعمل كومبريشن للفلويد اللي جوه فيرجع للايه للسيستميك سيركيليشن. لو تلاقيها مكتوب عندك حاجه اسمها بيب هاي بيب، ده اللي هو الميكانيكال فنتيليشن والتريتمنت. الام سي كيو اللي بيجي الكوزز اوف اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، البريزنتيشن بتاع الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، الفيرست لاين تريتمنت اوف ذا كوز، وبتدي ميكانيكال بتعمل ميكانيكال فنتيليشن عشان تو كيب اوكسجينيشن، وتعمل ايه ريموفال للايه للفلويد اللي هو الانترا الفيلر فلويد. طيب الاوبستراكتيف سليب ابنيا، العيان يجي لك بايه هو يعني ايه بس اوبستراكتيف سليب ابنيا؟ انترميتنت كلوجر او كولابس للفارنجيال ايرواي. تعبته انا عارف، دي اخر حاجه هنقولها. انترميتنت كلوجر للايه للفارنجيال ايرواي. تمام، فالعيان يدخل في ابنيك ابيسود، خلاص مش هايبوبنيا ريسبيراتوري بيقل، لا بيقفل الايه الريسبيراتوري تراكت، فيدخل في ايه فريكوينت اتاكس اوف ابنيا. فريكوينت اتاكس اوف ايه اوف ابنيا. دايما الاوبستراكتيف سليب ابنيا بتبقى موجوده في اوبيز ميدل ايجد مان، اوبيز ميدل ايجد مان. تمام، بسبب الفريكوينت اتاكس اوف ابنيا باي نايت، فالعيان ايه دايما تلاقيه ايه ما بينامش كويس، فبيبقى عنده داي تايم سومنلنس، تلاقيه ينام كتير بالنهار. ده نمره واحد. نمره اثنين الاوبستراكتيف سليب ابنيا بيبقى معاه مورنينج هيدك، بيبقى كومبليكيتد باي ديكريز بوتنسي، وبيبقى معاه لاود سنورنج.
تمام؟ يبقى ميدل ايجد اوبيز مان بيبقى جاي داي تايم سومنرنس، ينام كتير بالليل ومعاه سنورنج، ينام كتير بالنهار اسف ومعاه سنورنج بالليل، غير ان هو معاه فريكوينت هيدك مورنينج هيدك، وبيقلل الكونسنتريشن ابيليتي اللي هو المينتال فانكشن او الكوجنيتيف بيرفورمانس بتاع العيان بيقل، وبيزيد الريسك اوف ايه اوف هايبرتنشن. داي تايم العيان بينام كتير بالنهار، داي تايم ايه سومنرنس، العيان تلاقيه نايم كتير ايه نايم كتير بالنهار. جميل. طيب بيبقى complicated by systemic hypertension و pulmonary hypertension و type 2 respiratory failure. type 2 respiratory failure. حاضر. day time day time somnolence. Complicated by systemic hypertension, pulmonary hypertension, respiratory failure, type 2 respiratory failure. سؤال MCQ, it's important. The most important diagnostic modality اللي هو the sleep study أو the polysomnography. ده بتيجي MCQ. Polysomnography, تمام. التريتمنت تقلل الويت, weight reduction. نمرة واحد. نمرة اتنين بتحط العيان على هاي فلو اكسجين بسبب الهايبوكسيا اللي بتحصل او السيباب, اسف مش الهاي فلو, حاجة اسمها السيباب اللي هو النون انفيزيف. لو العيان نوت ريسبوندنج للسيباب يبقى هتدخل العيان سيرجري تو ريليف الايه الفارنجال اوبستراكشن. يبقى الاوبستراكتيف سليب ابنيا ريكرنت ابنيك ابيسودز ديورنج سليب فتخلي العيان ما ينامش كويس بالليل, يبقى نايم طول النهار ومعاه مورنينج هيدك, وده يأثر على المينتال او الكوجنيتيف فانكشن. جميل. ويزود الانسيدنس للبالمونري هايبرتنشن. حاضر. ويزود الريسك اوف سيستميك هايبرتنشن والعيان يدخل في تايب 2 ريسبيراتوري فيلير. السؤال اللي بيجي ان ازاي ندياجنوز السليب ابنيا, بيبقى بالسليب ستادي او البوليسومنوجرافي. ازاي اللي هو الايه البوليسومنوجرافي ده سليب ستادي بيبقى فيه كذا حاجه, بيشوف الاكسجين ساتوريشن, وبيير بيشوف الاير فلو في الريسبيراتوري تري في النوز, ويعمل اي سي جي ويعمل اي ام جي. ده اسمها الايه السليب ستادي او البوليسومنوجرافي, فيه كذا حاجه. السيفيريتي لو العيان بيدخل في الريكارنت او في الابنيك ابيسودز اكتر من 15 مره, اكتر من 15 مره ده بيبقى ايه سيجنيفيكانت سليب اوبستراكت في سليب ابنيا. تريتمنت ويت ريدكشن نمره واحد. نمره اثنين بندي العيان اكسجين عن طريق السيباب اللي هو النون انفيزيف. نمره ثلاثه سيرجري, نعرف ايه في الاوبستراكتيف سليب ابنيا, كومن كوز للهايبرتنشن, تايب 2 ريسبيراتوري فيلير, البوليسومنوجرافي. تمام. دي الايه ده الكلام الايه المهم نعرفه في الايه في السليب ابنيا. يبقى كده فاضل لنا البرونكوجينيك كارسينوما, موضوع مهم, والريسبيراتوري فيلير موضوع مهم. تمام. والبلورال ديزيز, بلورال ديزيز بيجي ك ام سي كيو. ماشي. عن طريق الاوتو وعن طريق الحاجه اسمها الاكسجين ساتوريشن بيتشاف ببلس اوكسيمتري, يجيب بلس اوكسيمتري على صباع العيان ويشوف الايه البي او 2 ليفل بالاوتو ساتوريشن الاكسجين ساتوريشن. تمام. فاضل لنا البرونكوجينيك كارسينوما مهم ريتن,
البالمونري امبوليزم مهم ريتن، البالمونري هايبرتنشن اكتر ام سي كيو، البلورال ديزيز اكتر ام سي كيو، الريسبيراتوري فيلير بيجي منه سؤال كده في الريتن بس اكتر ايه ام سي كيو. ماشي، الثرومبو امبوليزم كلها. بتقولي ايه يا مريم؟ السيفيريتي 15 مره فما فوق ابنك ابسود. يبقى احنا النهارده خلصنا الاوبستراكتيف الريستريكتيف الانترستيشي الريسبيراتوري تراكت انفكشن والتي بي، وقلنا الهيموبسيس، قلنا الاي ار دي اس، اوبستراكتيف سليب ابنيا، وقلنا الديفرنشال دايجنوزس للكف. فاضل بكره هنبدا اللنج كانسر، الاسئله المهمه في اللنج كانسر تمام، ونروح على البالمونري فاسكوليتشر اللي هو الثرومبو امبوليزم ده ريتن، والبالمونري هايبرتنشن ام سي كيو، البلورا ام سي كيو. يبقى فاضل لنا بس في الموضوعات المتفرقه الاكيوت الريسبيراتوري فيلير، عشان جه سؤال مره قال لك ايه الكوزز اوف ريسبيراتوري فيلير، وازاي تفرق ما بين تايب 1 تايب 2 ريسبيراتوري فيلير تمام، والميديستاينال ماس، الديفرنشال دايجنوزس او الميديستاينال سندروم، البرزنتيشن بتاع الميديستاينال سندروم. حد عايز يسال اي سؤال؟ نبدا نخلصهم، نبدا بيهم بكره نفس الميعاد بامر الله، ونخلصهم ونحل اسئله. هنبدا بالحاجه الريتن اللي هو البرونكوجينيك كارسينوما والبالمونري امبوليزم، وبعد كده ندخل على ايه، على الحاجات الام سي كيو، ونحل اسئله بعد ما نخلص. اي سؤال؟ التريتمنت اوف هوسبيتال اكوايرد نمونيا، الهوسبيتال الكومن اورجانيزم بتاع الهوسبيتال اكوايرد نمونيا اللي هو الجرام نيجاتيف سودوموناس، فاحنا بندي جرام نيجاتيف كفرنج الانتي سودومونال اكتيفيتي زي الثيرد جنريشن كيفالوسبورين نمره واحد، نمره اثنين الاميبينينز تمام، بندي نمره اثنين الاميبينين او الكاربابينين، نمره ثلاثه بيبراسيلين تازوبكتين تمام. الهوسبيتال اكوايرد نموني، اهم حاجه الديفينيشن ده بيجي ام سي كيو، العيان باكواير تشست انفكشن افتر 3 دايز او افتر 72 ساعه من الهوسبيتال ادمشن، انما لو ديفلوب تشست انفكشن في اول 3 ايام او 72 ساعه دي كوميونتي اكوايرد تمام. التريتمنت اجينست الجرام نيجاتيف انتي سودومونال، مفيش ماكروليدز، نو ماكروليد في الايه، في الهوسبيتال اكوايرد نمونيا. ايه تاني؟ طيب نتقابل بكره بامر الله على الساعه 4 وربع، نقول الموضوعين او كم موضوع اللي فاضل لنا، وبعد كده نحل الايه؟ نحل اسئله الام سي كيو. المسائل تجميعاتها سهله، سي او بي دي، تي بي، برونكيال ازمه، ونزود المساله اللي جت الدور اللي فات بتاعت الانترستيشال لانج ديزيز، والبرونكوجينيك كارسينوما بيجي فيها اسئله تناتيش كده. ماشي، نتقابل بكره بامر الله.